أهلا بكم انتبهوا لما سأقوله الآن فإنني سأكرره كثيرا جدا ولن أكسل أولا أتوانى عن تكرار التنبيه الآتي مرضى السمنة أنواع ليس مريض واحد دول أنواع مختلفة من الأمراض ومن السيتويشن في اللي زايد وزنه أعلى من معدل الكتلة بتاعه 5 6 10 كيلو زادهم يعني ده ممكن يخس بسهوله بأساليب بس سهلة جدا يلعب شوية رياضة يقلل أكله شوية بيخس بسهولة وفي مرضى تانيين اسمهم السمنة المفرطة أو عندهم سمنة مفرطة ليها تعريف معروف للجميع المريض ممكن ما يكونش مقدر نفسه إنه عنده سمنة مفرطة يعني هو يبقى مريض سمنة مفرطة بس ما بيقولش لنفسه كده يقول لك إيه في ناس كتير تقول لك لا أنا مشكلتي كلها في الكرش يعني 120 130 كيلو يقول لك أنا مشكلتي في الكرش تعالوا نرحب بضيفي العزيز واحد من الاكاديميين البارزين عضو هيئه تدريس متميز للغايه اللي راح من الطراز الرفيع وهو يكلمنا على اللي بيشوفه في هذا العالم اكيد ضيفي العزيز الخيمه العلميه المتميزه اللي هو الاسم اللامع الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل العريقه وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا عضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي اهلا بك اهلا وسهلا اهلا وسهلا بلا شك انت كجراح سمنه انا عارف انه مضيعه للوقت ان انا اكلمك في الحاجات دي بس للاسف معلش استميحك عذرا لان الموضوع ده للاسف انتشر والخداع في هذا المجال بيضر الناس العين اللي عندها سمنه مفرطه ايه رايك وتقييمك في البدايه يعني تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين وكل فريق العمل والحقيقه عايز اقول انه في حاجات طبعا غير طبيه يتداولها يعني يمكن شاشات التلفزيون ويمكن السوشيال ميديا بكل يعني مستوياتها وبتكون طبعا غير طبيه تماما هو في حاجه طبيه في جراحه في دكتور تغذيه بيتم وصف دواء تاخده من الصيدليه ده حاجه محترمه جدا 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 آه وده احنا وبينقي مريض ومناسب له ده آه علم وطب و ولو مريض والمناسب له وصيدلية يعني آه وادويه مصرح بيها وادويه غير مصرح بيها فده ده جزء يعني ليه من الصيدليه لانه الدواء من الصيدليه تحت رقابه الدوله بشكل كامل بالظبط وكل اجهزتها سواء اجهزه اجهزه الدوله الخاصه بمراقبه الدواء او حمايه المستهلك نفسه بالظبط وبرضه في شويه تحفظ يعني على بعض الصيدليات اللي هي بتبقى حاجات اوفر ذا كاونتر ما بتبقاش يعني تحت يعني لو حاصل ان حد بيقيم وضعهم بيداروا كل الادويه دي يعني في حاجات ما بتبقاش موصوفه يعني مم. ومع ذلك انه طالما دكتور التغذيه يعني بيكتب دواء خلاص يعني يتابع النظام اللي يتابع اللي هيقوله ومع بعض تحفظ يعني طيب الجانب الغير طبي تماما هو الجانب الاسود في في الموضوع ده انه حاجات طبعا غير طبيه آه، معظمها اعشاب معظمها آه، تجاره سريعه معظمها آه، كله آه، يمكن حاجه استفدت في القصه دي انه التخصيص اونلاين انا دي يمكن اكتر الحاجات اللي هي بتخليني آه، شيء مخيف آه، شيء مخيف لانه معظم الادويه اللي بتنزل وزن في, في وقت قصير بتعتمد ان فيها حاجات زي الكاتيكولامينز والافيدرينز وال، والحاجات اللي هي بتعلي ضربات القلب بسرعه وبتخلي فيه انسومنيا ما, ما يقدرش ينام افطار آه وتعالى الضغط و... في العالم وحاجات ممنوع. دي طبعا تفصيليه اسمها كده اه اتمنعت من العالم في بقى حالات وفيات كتيره جدا بتحصل بسبب انه المريض انت ما تشوفوش اصلا وانت ما تشوفش مريض يعني انت بتبقى بالتليفون خد ده لا تعرف عنده القلب ولا عنده الضغط ولا عنده السكر ولا عنده حاجه انت ما بيش يعني انت بس جوست ان ألو. انت بتاخد دواء شوف بت... المسخره بقى يقول لك انا سالته آه يسألوه بيقولوا له أنت عندك ضغط هو المريض بيتسأل هو الناس بتتسأل أنت عندك ضغط وسكر ولا عندك ضربات قلب سريعة هو يعرف منين إذا كان عنده ضربات قلب سريعة ما هو اللي يعرف ده دكتور تغذية بيقابل العيان ياخد منه بيكشف عليه آه بيكشف عليه لكن ما ينفعش يبقى الأونلاين فأنا يعني طبعا عشان بس يعني أكون وصلنا رسالة إنه إحنا محتاجين إن إحنا نعيد نظرنا في كل الحاجات اللي بتتعرض وكل الأدوية الغير يعني موثوقة و وطبعا فيها خطورة شديدة جدا 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 على كل الناس اللي هي بتنزل وزنها حتى انت لو صحتك كويسه وعندك سمنه مفرطه ممكن تاخد ادويه قد تكون عكسية انت تعرفش عندك ايه اصلا يعني ربما تكون عندك ومعظم مرضى السمنه المفرطه بيكون عندهم اصلا ضغط وعندهم سكر وهو غير متشخص بيبان عندنا في في الاشعاعات والتحليل يعني زي مثلا عيان داخل يعمل عمليه تكميم وتحويل مسار او او عمليه انقاص الوزن احنا بنعمل بروفايل كامل لي تجهيزه بنلاقي حاجات هو ما يعرفهاش اصلا يعني هو لا يعرف عنده كوليسترول بنسبه قد ايه ولا يعرف عنده ضغط قد ايه ولا يعرف عنده سكر قد ايه ولا يعرف عنده تداهم في الكبد في انزيمات كبد عاليه والانزيمات كبد الكريات بتاعه اخباره ايه بتاع الكلى بتاعته ووظائف الكلى يعني في حاجات بيفاجئ بيها لانه طول ما هو متداري كده هو مع مع يعني ما عملش خطوه وما عملش يعني فحوصات ما بقاش عارف فيعني نمره اثنين انه منظمه الصحه العالميه آه قالت انه آه الناس اللي هي وزنها زياده هي حلها حل جراحي يعني وزنه زاد عن طوله بنسبه آه 35% نسبه كتله يعني مش نسبه وزن. كتله الجسم مفهومه آه. وزن على مربع الطول بزرق. يحسب يحسب وزنه على مربع طوله سهل اي حد يعملها بالآله الحاسبه وزنه على طوله في, في نفسه. وبالتالي اذا السمنة المفرطة المرضية تعالج بإنقاص الوزن سواء بالتكميم أو تحويل المسار ومش حاجة تانية مش مش أشفط شوية دهون وفي الآخر بيطلع ببيك فيلير وبيرجع تاني بعد ما اتعرض لتغدير صرف فلوس ضيع وقت كبير جدا وما خدش نتيجة خالص أنا عايز أقولك إن كان في ناس بتروج لها في بعض الشاشات بعض الشاشات للأسف وشاشات محترمة كان بيطلع ناس يقول انا بشفط 25 لتر وكانوا من, من سنوات صحيح الناس دي امتنعت واختفت وما بيجوش يطلعوا لكن الجرائم دي لا تسقط بالتقادم هو غالبا العين ما بيطلعش اصلا العمليات للاسف يعني <applause> 25 لتر شفاط <هتشفطه تصفيق> مش هيصحى يعني... اه لا يعني مغامره طبعا ده كان نصب وهبل و... يعني... وكانوش بينشبطوا 25 كانوا يقولوا احنا شفطنا 25 وهما مش 25 بس <applause> كانت ترويجات غبيه وكان فيها نصب كبير جدا على ناس كتير لا ما ضيعت وقت من الناس وفلوس وكمان تضيع كمان حاجه انا لو لو بالعقل كده انا وزني فوق ال 100 كيلو وعملت شد بطن و... وطلعت في دماغي اخد قرار مظبوط وصلت للدرجه المظبوطه في التفكير ان انا اعمل انقاص وزن عايز انزل وزني بقى 70 كيلو أو 60 كيلو على حسب طولك يعني انت نزلت وزن شكل البطن ده بقى عامل ازاي هيترهل تاني يعني انت لو شفطت او شديت على وزن كبير وحبيت تخس بعد كده الوزن ده لما يخس الجلد هيترهل ويبقى يحتاج العمليه مره تانية النقطه الثانيه طب برضو مش نصب يعني من الناس اللي هم احنا قفلنا بابهم خلاص اللي هم الادويه والحاجات اللي هي الاونلاين دي لكن هنتكلم في طب واحد وزنه عنده سمنه مفرطه مرضيه فوق وزنه 100 كيلو ولا 120 كيلو ولا 160 كيلو ويركب بالونه معده يعني هاوكا من انت تنزل وزنك بسمنه مفرطه مرضيه اركب بالون بتاع ايه يعني ليه ازاي يعني فطبعا احنا بنركبها في حدود ال 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو في معظم الناس البالونه ممكن تجيب نتيجه مؤقته في الوزن الكبير لانه ما عندك مخزون كتير وهتدي نتائج يعني فولس بوزيتيف انا كاني يعني اديتك نتائج ايجابيه كتيره لكن هي في الاصل انت ما نزلتش وزن ولا حاجه ده هو 20 كيلو 30 كيلو يقول لك انا نزلت عليها 30 كيلو ما انت مخزونك كتير انزلهم شيل البالون رجع الوزن تاني لان السمنه المرضيه بشرة. طبعا هو في هايبر ستيت هو الجسم اصلا عنده قدره لرجوع الوزن بعنف وهتلاقي وزنك رجع برضو ضيعت وقت صرفت فلوس عملت حاجه غير نافعه واحيانا لما يكون السمنه مفرطه بزياده لازم بيركب انبوبه يعني لازم ينام تحت بنج الاوزان اللي هي الصغيره حي ممكن تدي سيديشن وما تنامش العيان بانبوبه وبالتالي كل حاجه لازم تستخدم في نطاقها المظبوط يبقى اذا منظمه الصحه العالميه قالت السمنه المفرطه هي انقاص وزن بالتكميم او التحويل يبقى اذا لازم نسمع التوصيات الدوليه لكل المؤسسات الطبيه الدوليه عكس ذلك ده انا شايفه مش مش يعني مش صح دايما المريض بتاع السمنه لو معاه سكر تحديدا ده بوابه للتاجيل وللتسويف والتخويف اللي هو يتقال له ايه يا عم انت سكر هتعمل عمليه ازاي التئام جروح فين ومش عارف ايه ومضاعفات بتاع ولا وبلاش وتخدير بالنسبه لك ده انت سكر لا او ما او قلب او دعامه متركبه يعني في والمرضى هنا واهلهم لهم كامل الاحترام والتقدير فلازم نفهمهم انا النهارده كان في استشاري بطنه كان جايب اخوه يعمل عمليه والله هو وزن اخوه 180 كيلو وانا الحقيقه كنت حابب ان انا اعمل له تحول مسار بشده يعني لانه الوزن كبير وكان يعني عنده سكر ماشي على قراص بقاله خمس سنين وحصل نفس النقاش اللي حاجة بتتكلم فيه ده يعني يمكن ده طبيب يعني استشاري بطنه يعني قاعد بنتناقش كلام علمي مظبوط خالص بقول له انا بحب العمليات دي جدا بس انا بصراحه يعني تحويل مسار هو نفس التخوفات عند الناس العموم الغير طبيين وعند برضه بعض الناس في الكارير الطبي اللي هو يمكن يعني مش قاري عن عمليات الميتابوليك سيرجي او او يعني مش واخد صوره كافيه لعمليات السمنه العمليات السمنه يا جماعه في السمنه بس مش انقاص وزن هي جزء منها هو علاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه يعني في حاجه اسمها جراحه السكر في حاجه اسمها تحويل المسار كعلاج لمريض السكر دي مش احنا اللي عاملين كده ده العالم كله عامل كده وتصدي دوليه الافسو يمكن في كان في افسو مدريد من سنتين ثلاثة كان نازل كتلة الجسم الـ 32 لو سكرك مش متظبط اعمل عملية ده انت كمان قبل ما يكون عندك سمنة ممكن تعمل العملية لو كان وزنك كاسر الكتلة بتاعت الـ 32 ربما يكون عندك 20 كيلو زيادة فوق الوزن الطبيعي ما انتش لازم توصل 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو انت ممكن توصل ده مش كلامي ده كلام الافسو والناس كلها تدخل على الجايد لاينز بتاعت الافسو من ايام مدريد يمكن كان اخر دورة في مدريد من ثلاث سنين قبل الكورونا قبل الكورونا يمكن بسنتين كمان مم. فطبعا التوصية الدوليه بتعمل جراحه سكر عادي خالص طب يعني احنا معنا لازم نتقابل بقى ونتلاقى كاستشاري بطنه مع استشاري آآ آآ سمنه او استشاري جراحه بنتقابل في المؤتمرات بندرس الحالات بنشوف ايه احسن حاجه للعين واقول له بقى حاجه بقول له احنا الاصلح بالسكر هو عمليه تحويل مسار أقول له ما انا عارف يا دكتور وانا عندي حالات كثيره جدا بس انا برضه عايز اعمل تكميم معده كان نقاش كان ظريف يعني على مستوى راقي يعني والحقيقه هو في الاخر هيعمل تجميم معدة برضه لانه هو مبسوط بيها الاسم خفيف بالنسبه له وهو متلقي بارتياحيه اكتر عمليه تحويل مسار في السكر جميله يمكن انيميشن جميله هو تصغير لحجم المعده يعني تقليل لكميه الاكل يعني مناعه الانسولين هتقل استبعاد الجزء اللي على الصوره على الشك على الجانب الايمن من الصوره بيتم استبعاد الجزء المفرز للانتي انسولين هرمونز اللي هي بتطلع الـ الـ كل الهرمونات دي بتعطل عمل الانسولين وتعطل البنكرياس مضادات الانسولين كلها بتعطل البنكرياس وبتخلي كفاءته قليله وبتعمل طبعا تعطيل لعمل البنكرياس لما بنستبعد الجزء ده الهرمونات دي بتقل البنكرياس طبعا بينشط تاني مره مره ثانيه. مرور الاكل السريع ده في دوره الاكل السريعه بعد يعني العمليه بتنشط خلايا في نهايه الامعاء من تحت اسمها ال ال هرمون الجي ال بي 1 وده يمكن كل الثوره في علاج السكر على الهرمون ده لما بتطلع بصوره طبيعيه من الجسم هو كده هي الخلايا دي مرور الاكل عليها بينشطها لما بتمر في دوره اسرع من الطبيعي بتنشط الخلايا دي لافراز الهرمون وبالتالي ينشط البنكرياس مره اخرى وتمنع موت الخلايا المفاجئ بتخليه يفرز بصوره صحيه مظبوطه. تعيد الاتزان الهرموني مره اخرى الى الجهاز الهضمي بصوره فعاله وانت ما خدتش اصلا قرص ده انت ممكن توقف علاج من ثاني يوم ممكن تكون بتاخد انسولين بجرعات عاليه ومن ثاني يوم تنص الجرعات وبالتدريج هتوقف العلاج على فترات. آه، احنا مش كل الناس هتوقف علاج بكرة لان طبعا احنا آه، العين اللي هو خمس سنين سكر غير العين اللي عشرين سنة سكر العيان ماشي على جرعات عاليه من الانسولين غير اللي ماشي على قراصه او ماشي على جرعات قليله فانت في سكور احنا بنعمله سنك وقد ايه بالانسولين بتاخده وقد ايه مضاعفات وبنقول لك قد ايه تقريبا هتستفيد من عمليه السكر م -م -م. بشكرك على قبول دعوتنا الأستاذ دكتور كريم صبري استاذ جراحه السمنه بكليه الطب جامعه عين شمس كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا في الناس الحلوه خليكم معنا سلام